بقى احنا كنا بنتكلم على مساله كوب 27 او كوب 27 والمتغيرات المناخيه وما الى ذلك، الا انه في التوقيت ده من السنه لازم دايما يحصل عمليه بقى ايه الانتقال، يعني احنا بننتقل من الصيف للخريف من الخريف للشتاء، فتبدا تحصل حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه. عدم الاستقرار ده انا بقى من الناس اللي بتشوفه دايما، يعني انا جاي مثلا من اسكندريه على القاهره النهارده كمجره عادتي الاسبوعيه، فالاقي ان الجو مش مستقر، الجو ملخبط، شمس في التراب، يعني كل حاجة، كل الفصول قعدت اتفرجت عليها النهاردة على السكة. الأرصاد يا جماعة تحذرنا جميعا من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة. طب عدم الاستقرار ده هيبقى شكله إيه؟ خلونا الأول ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور منار. اهلا بيك استاذ يوسف، واهلا بكل الساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. صحه الجو ايه؟ عدم الاستقرار هيبقى عامل ازاي؟ بالفعل احنا نوهنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه عن حاله من التقلبات الجويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، تعتبر اول حاله في خريف 2022. الحاله الجويه دي بسبب تاثرنا بوجود منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط مع كمان امتداد لمنخفض جوي في الطبقات الجو العليا. بدات بالفعل بالحاله بفرص الامطار الموجوده على المناطق الغربيه زي مطروح والسلوم، في الساعات الماضيه بدات سقوط الامطار في المناطق دي، امتدت كمان الامطار لبعض المناطق من البحيره كفر الشيخ المنوفيه الغربيه، كلها فرص امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه ورعديه احيانا في المناطق الغربيه. يمكن المناطق الساحليه هي اكثر تاثرا بالحاله الجويه بسبب قربها من تاثير المنخفض الجوي. مع تقدم ساعات الليل كمان فرص الامطار هتكون موجوده بشكل كبير على مناطق من جنوب الوجه البحري، هتمتد للقاهره الكبرى وهتستمر فرص الامطار الى صباح غدا الاحد ان شاء الله. لكن الامطار في المناطق الداخليه هي فرص امطار خفيفه وقد تكون رعديه احيانا، هتمتد كمان لبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد مدن القناه، لكن الامطار اللي هتكون بصوره كبيره وقد تكون امطار متوسطه ورعديه هي في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، هتستمر على فترات من الليل وهتستمر بشكل متقطع ومن بتختلف من منطقه للثانيه. تاني حاجه في الحاله الجويه طبعا واللي احنا شاهدناه خلال ساعات المساء هو طبعا نشاط الرياح اللي كان مثير لبعض الرمال والاتربه. أيوة. خاصه في الاسكندريه وكان في مطروح نشاط رياح مثير للرمال والاتربه، لكن مع دخول الشماليات والجبهه البارده مع تقدم ساعات الليل الاتربه ان شاء الله هتبدا معاها الرؤيه تتحسن على اغلب الطرق ونبدا نتاثر بانخفاض درجات الحراره. يمكن ده العامل الثاني في حاله التقلبات الجويه، لان احنا اليوم شهدنا ارتفاع في درجات الحراره خلال فتره النهار. صح. غدا هيكون في انخفاض في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات، هيكون متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين 28 و27 درجه مئويه، يعني اجواء معتدله فترات النهار. فترات الليل هنحس اكتر بالاجواء المائله للبروده خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. الحاله الجويه دي هتستمر معانا كمان غدا الاحد والاثنين القادم ان شاء الله، لكن كميات الامطار هتكون اكثر تاثرا في المناطق الساحليه، لان الامطار هتنتهي ان شاء الله على المناطق الداخليه القاهره الكبرى محافظه الوجه البحري مع صباح الاحد باذن الله. طب دكتور منار، انا فاكر وانا صغير في الجغرافيا كانوا يقولوا لنا منخفض جوي يبقى ارتفاع في درجات الحراره، صح كده؟ لا، خلينا نقول منخفض جوي يعني معاه كتل هوائيه قادمه عامله ازاي ومعاه ايه في التوزيعات في طبقات الجو العليا. لازم نعرف مصادر الكتل الهوائيه جايه من انهي منطقه، لان لو هو معاه ارتفاع في درجات الحراره يبقى هو قادم من على الصحراء فيؤدي لارتفاع درجات الحراره، لكن لو موجود على البحر المتوسط هيكون معاه كميات كبيره من الرطوبه، وكمان طبعا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا ده هيرفع كميات الرطوبه في طبقه اعلى من سطح الارض وتتكاثر السحب المنخفضه معاه ويكون كمان معاه فرص لسقوط الامطار. انا كده فهمت خلاص، عشان انا قعدت اربطها بالدرس القديم اللي انا خدته، منخفض جوي يبقى ارتفاع في درجات الحراره يبقى الدنيا هتبرد ليه. على كل، ننصح المشاهد او ننصح المواطن بايه يا فندم؟ مهم جدا، احنا فصل الخريف دايما فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا اول حاجه ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. احنا خلاص غيرنا نوعيه الملابس وبدانا نرتدي الملابس الخريفيه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الطلبه اللي بيروحوا المدارس الصبح خلاص بدانا نزود لهم قطعه ملابس اضافيه او بنصطحب معانا جاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحراره بنرتديه. المناطق المعنيه اكثر بسقوط الامطار المتوسط، يمكن المناطق الساحليه هي بتبقى اكثر معنيه بسقوط الامطار المتوسط
المتوسطه لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه. مهم كمان ان احنا صدق ايد المركبات والمسافرين على الطرق خلال فترات الليل، لان فرص الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير خلال فترات الليل. الامطار ممكن تؤدي لقدر الله لانزلاق العجلات او تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، فمهم جدا القياده معاها بهدوء، وان شاء الله الحاله دي الجويه دي تمر بسلام باذن الله على الجميع. باذن الله. اشكرك جدا يا دكتور منار، كل الشكر لدكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.